يلا يلا مرحبا بكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. في كل حال في مقام انفعال انت نبع. والو سمعتي شي حاجه؟ والو اشرف قال لكم ما سمع والو. السلام عليكم. لاباس عليكم؟ واش ناشطين؟ والو ناشطين؟ ناشطين؟ مجتهدين؟ مجتهدين؟ يلا شربوهم 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 شربوهم. الكسالى احسنتكم دابا انا اللي باقي ناعسين باقي ناعسين. مجتهدين يزيدين مجتهدين يبانو يزيدو الفوق. فين هما المجتهدين؟ دوك اللي لوراش تكونوا كلشي يرفع يدي. برافو عليكم وسقوا لي على راسكم مزيان. والو 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 ما سمعت والو ما سمعت والو. التفيقه ديالكم سمعوها الناس ديال ايمين تالوت ليلين تقوا بالجد. الله شوف الا قلت لكم نحن الا قلت لكم من كل عمل يلا يلا نشوفوا واش فيه. هي بالجد هي ضربوني ضربوني هي نحن على استعداد هي ما تحرك فيا والو. بجد بجد خصك تزعزع من بلاصتو. نحن على استعداد والو ما سمعت والو. نحن على استعداد يلا اول حاجه نبداو بها قبل ما ناكلو قبل ما نشربو قبل ما نكتبو قبل ما نقراو هي بسم الله. بسم الله يلا دابا نخليكم مع نشيد بدانا بسم الله مع الموسيقى. كلشي كلشي محمد العربي الله الله محمد الهاشمي الله الله محمد العربي الله الله إمام المرسلين وشفيعا وإمام وشفيعا وإمام ونوى الله يا محمد Bye.
وتقول لنا جميع هيا إلى النشاط وتقول لنا جميع هيا إلى النشاط وطور وأطفال ها هنا مجتمعين وأناسي دائما طرباوية يغني وأناسي دائما طرباوية والله لا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموعة مدارس بومسا وبكل الحب والوئام والتقدير والاحترام ترحب بكم وتتمنى لكم لحظات ممتعة في هذا الحفل البهيج. أيها الحضور الكريم، خير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم يشنف بها مسامعنا التلميذ شنون، فليتفضل مشكورا. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي أين شركائي قالوا آذناك آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن ذقناه رحمة منا رحمة منا من بعد ضرّاء
لأقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من ضل ممن هو في شقاق بعيد وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. شكرا للتلميذ محمد شنون. أيها الحضور الكريم وتقدير لرفع تحية العلم الوطني. أعتز به وبنجمته وأعاهده أن روحي له وأعاهده أن روحي له هوى وطني فوق كل هوى زرى في عروقي مزرى دمي هوى وطني فوق كل هوى زرى في عروقي مزرى دمي وفي مهجتي كبرياء الجدود بنات العظائم من آدم ونحن الشباب كبار المنى تشاد الحياة على عزمنا ونحن الشباب كبار المنى تشاد الحياة على عزمنا لنا عالم خافق في السماء بلا لونه دامنا المهرق تهف حواشيه والفرق قلوب لنا حوله تخفق. شكرا. أدعو السيد مدير مؤسسة مجموعة مدارس بومسا الأستاذ عبد الكريم الخنفوري إلى إلقاء كلمة ترحيبية بالضيوف الكرام.
فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيدات والسادة الحضور، باسمي وباسم كافة الأطر التربوية العاملة بمجموعة مدارس بوامسا أرحب بكم أجمل ترحيب وأشكر لكم الحضور والمشاركة، وإنه لمن دواعي الاعتزاز أن تحتضن مجموعة مدارس بوامسا هذه القافلة التضامنية الهادفة إلى دعم وتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي بالمناطق التي تعرف انخفاضا في درجة الحرارة، وإنه يطيب لي أن أعبر بهذه المناسبة عن خالص تقديري لمؤسسة واحة زيتون اثنان الخصوصية بمراكش ولشريكها فيدرالية المنار للوحدة والتضامن بمراكش على هذه الالتفاتة الإنسانية النبيلة التي تنسجم مع قيمنا الوطنية والدينية بريادة قائد الأمة صاحب الجلالة دام له النصر والتأييد. وفي هذا الإطار أتقدم بالشكر الجزيل للمديرية الإقليمية بشيشاوا على الدعم والمساندة والتوجيه، وأخص بالذكر هنا السيد المدير الإقليمي بشيشاوا والسيد رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل. كما أتقدم بالشكر إلى كافة من قدم المساعدة والمساندة للمؤسسة وأطرها خلال الإعداد والتنظيم لهذه المناسبة، وأذكر هنا السيد رئيس الدائرة والسيد قائد قيادة تولوكلت والسيد رئيس المجلس الجماعي لتولوكلت والسيد قائد الدرك الملكي بتولوكلت وكل الأعضاء المنتخبين بالمجلس الجماعي. كما أتقدم بالشكر الجزيل لشريكنا هنا في المؤسسة جمعية آباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس بومسة على الدعم والمساندة الغير المشروطة منذ الإعلان عن استضافة مجموعة مدارس بوامسا لهذه القافلة التضامنية. وأشكر أيضا هنا جمعية السلام للتنمية الاجتماعية بدوار بوامسا على الدعم والمساندة. وختاما ولكي لا أطيل عليكم، أتمنى التوفيق والسداد لكل الأيادي البيضاء التي تسعى إلى إدخال البهجة والسرور إلى قلوب تلاميذنا وتلميذاتنا، وشكرا لكم ومرحبا بكم جميعا. شكرا أستاذنا الكريم. بعدها مباشرة أدعو السيد الأستاذ بوجمعة بنان لإلقاء كلمة المديرية الإقليمية بالشيشوا، فليتفضل وله منا كل الشكر والتقدير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد رئيس دائرة تولوكلت، سيد رئيس المجلس الجماعي لتولوكلت، سيد قائد قيادة تولوكلت، سيد قائد مركز الدرك الملكي لتولوكلت، سيد مدير مجموعة مدارس بوامسا، سادة ممثلي مؤسسة واحد الزيتون جوج، سادة ممثلي في دارية المنار الوحدة والتضامن، سيد رئيس جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ لمجموعة مدارس بوامسا، سيد رئيس جمعية السلام للتنمية الاجتماعية. أيها الحضور الكرام، بداية لا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في تنظيم هذه القافلة التضامنية التي تقوم محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس بهذه المنطقة. كما لا يفوت بهذه المناسبة أن نتقدم بخالص التقدير والامتنان إلى أعضاء مؤسسة الزيتون واحد الزيتون وإلى فيدرالية المنار التي نعتبرها بالمديرية شريك استراتيجي، لأنه هذه السنة الثانية التي تنخرط معنا في هذه القافلة التضامنية. السنة الماضية نظمت معنا قافلة تضامنية بمنطقة
أو بجامعة عيد حدوس، استفاد منها ما يزيد على 250 تلميذ وتلميذة وكانت ناجحة بامتياز. كما أيضا أجدد الشكر والتقدير لساكنة بوامسة، مجلس الجماعي وأعضاء والمنطقة على حسن الترحاب والاستقبال والانخراط ديال فاعل والفعال، الشيء الذي من شأنه أن يشجع ويساهم في إعادة مثل هذه القوافل التضامنية بهذه المنطقة. وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الأطر التربوية والإدارة بمجموعة مدارس بوامسة على انخراطهم وحسن التنظيم ديالهم والاستقبال ديالهم. كما أيضا أتقدم بالشكر الجزيل إلى جمعية الآباء وجمعية السلام على أيضا حضورهم الفعال، وأنا تتبعت معهم تنظيم ديال هذه القافلة التضامنية وانخراط ديالهم الفعال ومساعدتهم ودعمهم للمشروط للسيد المدير. أختتم هذه الكلمة بشكر خالص للسيد رئيس الدائرة والسيد القائد والسيد رئيس مركز الدرك الملكي وأيضا القوات المساعدة على مساهمتهم وحضورهم ودعمهم للقطاع الذي هو قطاع استراتيجي ويعتبر القضية الثانية بعد الوحدة الترابية. أشكر الجميع على مساهمتهم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في تربية ناشئتنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده. وفي الختام شكر جزيل. يوفق من يسعى في عمل الخير، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم في رسم الباجة على محيا تلاميذنا. إلى الضيوف وكرمهم سيزيد بكلمة ممثل مؤسسة واحة الزيتون الثانية الخصوصية، فليتفضل باسم المؤسسة مشكورا. الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فلا يسعني إلا أن أعبر عن فرحة مؤسسة واحة الزيتون الكبرى بهذه القوافل، القافلة الثانية بعد قافلة أيد حدو يوسف الآن بمنطقة بوامسة. نشكركم جزيلا على حسن الاستقبال، كما أحيي بحرارة السلطات المحلية من قائد المنطقة والسيد رئيس الدائرة وكذا الدرك الملكي، كما أحيي ساكنة هذه المنطقة على حفاوة الترحاب وعلى حفاوة الاستقبال. ولا يسعنا إلا أن نكون فخورين بهذه العملية ونسعى كما كنا دائما في الخير. وهذه العملية تدخل في نطاق التضامن والتضامن بين المناطق، وخاصة المناطق التي تعرف انخفاض درجات الحرارة. لهذا فإننا نقول دائما بأن مؤسسة واحة زيتون 2 وشريكها فيدرالية المنار للوحدة والتضامن، نقول بأن أيدينا ممدودة دائما لكل من يريد أن يقدم الخير لأبنائنا، ولكل من يسعى للرقي بنظامنا التعليمي. شكرا لكم، شكرا شكرا. شكرا لك أستاذنا الفاضل. ومن الضيوف أيضا نزداد كرما وسخاء بكلمة الأستاذ رشيد المازوني عن فيدرالية المنار للوحدة والتضامن، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد رئيس دائرة الدوكة، السيد قائد قيادة جماعة تولوكون، السيد قائد الدرك الملكي، السادة ممثلي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد الحاج بوجمع بنان رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل، الأخ عبد الجليل رئيس قسم التعليم الأولي، الأخت بشرى رئيسة قسم أنشطة الحياة المدرسية، الإخوان والأخوات في مؤسسة واحة الزيتون 2،
الأخت الكريمة ممثلة جمعية آباء وأولياء تلميذات وتلاميذ واحد الزيتون جوج، الإخوة والأخوات أعضاء جمعية آباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس بوامسة، الإخوان والأخوات جمعية السلام للتنمية الاجتماعية، السيد مدير المؤسسة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعتقد بأن ربما هذه المبادرة تثلج صدرنا وتسعدنا وتفرحنا، لأننا جئنا لدارنا، جئنا لهذه الدار لنصل مع الرحم، وجئنا لنتعرف أو نستقصي على أحوالهم. فهذه المنطقة منطقة عزيزة علينا، منطقة متوكا، منطقة بوامسة، أنا اشتغلت فيها وخدمت فيها، وعندي واحد الانطباع جميل على أهل هذه المنطقة، ناس العلم، حفظة القرآن، ناس طيبين. فلهذا أنا اقترحت على هاد الإخوان باش ينظموا هذه القافلة التضامنية، وكيف قال السي الحاج بونان هذه القافلة التضامنية الثانية من نوعها بعد ما دوزنا وحدة في أي حد يوزو. فهنيئا لنا بهذه الزيارة، وشكرا للإخوان على حفاوة الاستقبال، ونتمنى أن نزوركم في فرصة أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم. صدورنا مفتوحة لاستقبالك في أي وقت، فمرحبا. لا تسأل لمن الصحراء، جواب بقناعة محارب شام، وكلمات من حناجر تلاميذ أقسموا أن الصحراء جزء منهم وهم جزء منها. نشيد لا تسأل لمن الصحراء يتحفنا بكلماته تلامذة مجموعة مدارس بوامسة. استماع جيد إن شاء الله.
لتلامذة مجموعة مدارس بومسا. شكرا لكم. البسط ترويح للنفوس وراحة للقلوب مع مسابقة ترفيهية يقدمها الأستاذ محمد الزراد عن مؤسسة واحة الزيتون الخصوصية إثنان، فليتفضل. مشكور. يلا زيدو. محمد أسرى. لا أقرن. محمد بلهوس. عيسى أقرندو. تحية لكم. مازن، هذه مسابقة سميتها مسابقة الفواكه، متفقين؟ مسابقة شنو؟ مسابقة شنو؟ مازن يلا وقفوا معايا في صف واحد. أنا أجينا أنت يا أجي تكون تفاح صافي؟ أشكون أنت يا؟ تفاح. مازن أنت يا البنان صافي؟ أشكون أنت يا؟ البنان. أنت يا نجيرو فريزة صافي؟ فريز. انت يا البتيخ. نيت قلت البتيخ مزيان. اشكون انت يا؟ بتيخ. وانت يا الليمون صافي؟ اشكون انت؟ ليمون. مزيان. دابا المسابقه هكا، اللي سمع سميتو غادي يطيح يجي لها وينوض. متفقين؟ متفقين. مزيان. اشكون انت؟ فاح. بنان. فريزا. ليمون. ليمون مزيان. دابا الا قلت البنان، البنان نوض دغيا هاكا. الا قلت تفاح مزيان. دابا غنكون انا كنهضر ياك، اللي سمع سميتو وما قرتش غيتقصى صافي؟ صافي البطيخ. نعم. مزيان. دابا كنمشي للعراس عزيز علي، نمشي للعراس. فيما مشيت للعراس كنلقاهم حاطين الليمون. ليمون والليمون. الليمون والتفاح كيتحطوا بزاف. انا ما كناكلش الديسير، ما تعطيش ليا. علاش ما نعطيش الديسير؟ خصك تعطي ليا ناكل الديسير. ايوا نعطيك البطيخ. لا البطيخ صغير. ما عجبكش البطيخ؟ سلام عليك. يلا جينا باي باي. صفقوا عليه. يلا شكرا. اش كناكلو حنايا كاع في العراس؟ كيحطو لنا الدجاج واللحم، شويه كيتبعو لنا البنان. البنان عزيز عليا بزاف، ولكن بعد مرة تناكل الفريز داو، ولكن الفريز غالي. مشيت عند الخضار قلت ليه عطيني فريزة، قال لي لا اختك تي كيلو الفريز، ما تنبيعش فريزة. صفقوا عليه مزيان. صح. وانا نقول مال هاد مول الفريز داير لي هاد الحالة كاملة، نمشي نتقدا البنان. قال لي الا بديتي البنان خصك تدي معاه التفاح، ولا ديتي التفاح دي الليمون. تفاح. يلا صفقوا على التفاح تاهو. سلامة. شكرا. عجبونا. بقى لينا الليمون. ليمون بسلامة. يلا سي الليمون. بسلامة عليك الليمون. شكون اللي بقى عندنا؟ سميتكم؟ فريز. سمية. وجماعة. وجماعة. عبد الواحد. عبد الواحد وجماعة. تبيع لي ب 10 درهم. شكون؟ بيعهم ليا ب 10 درهم. لا لا الفريز داير 10 درهم. شحال داير؟ الفريز اغلى من البنان. وايلي راه الفريز هو اللي غالي. الفريز؟ تعطلتي. يلا بسلامة عليك. شكون اللي ربح معانا؟ سمية والكنية. عبد الواحد وبلا. عبد الواحد وبلا. صفقوا على عبد الواحد. إذا شكرا للأستاذ محمد الزراد. شكرا. شكرا للتلميذ عبد الواحد وبلا. شكرا سي وبلا. تنتغداو إن شاء الله ونجي البنان. إذن البراءة مع التلاميذ والبسط معهم ترويح للنفس والقلب كذلك. شكرا جمعية السلام للتنمية. شكرا جمعية آباء وأولياء تلاميذ مؤسسة مجموعة مدارس بومسا. شكر الله سعيكم إيمانا منهم بمكانة المغرب الراسخة في القارة الإفريقية، وسعيه الحثيث نحو تنميته تنمية شاملة. يؤدي تلامذتكم وأبناؤكم عن مؤسسة مجموعة مدارس بومسا رقصة إفريقية تحت عنوان ماما أفريكا، فليتفضلوا. مشكورا.
شكرا تلامذة. فضلا وليس أمرا أطلب من الجمهور أو من الضيوف الكرام أن يتركوا لنا تلامذة بومسا. أقسم أن يجعلهم اليوم سعداء في مسابقة ترفيهية أمامكم، فليتفضل. مشكورة أستاذ حمزة، ممكن تطلعنا على أطوار دي المسابقة الترفيهية. هذا شرف أن نرى شبابا في ريعان الشباب يتحملون مسؤوليات في التعليم، غايتهم إنتاج أن نستضيف أساتذة من هذا العيار الثقيل. يلا البنات يلا. حنجوم سبعة. شحال منكم سيدنا هنايا؟ سبعة. خمسة. غتبقاوك الضوء على الكراسة، غتوقف الموسيقى، غتقلس. اللي ما يجلس غادي يتقصى. صافي مفهوم؟ أنا نهبط نجلس؟ لا لا صافي. أنا غنتقلق لو كان توقف الموسيقى. صافي.
اش غدير فيهم؟ حتى انا باغي نروح. لا لا حيت انا كبير زعما. نعم استاذ. انا اللي قلت استاذ انت استاذ ديال الانجليزيه كتحقر تحقر انت صافي. شكرا الاستاذ حمزه كستيح. شكرا ايها الضيوف الكرام، مرحبا بكم مجددا. وهي عباره عن هدايا ومساعدات في شكل قافله تضامنيه تتكون من 220 غطاء، 200 حذاء، 500 ملابس متنوعة، 200 أدوات مدرسية، اللباس أو الألبسة والأدوات موزعة في أطقم، حلويات لم يحدد نوعها وعددها، وهي عبارة عن جوائز وعن مفاجآت لتلامذتهم بمؤسسة بومسا. أدعو التلاميذ نيابة عن زملائهم لتسلمها في توزيع رمزي لهم. للبنان له هديته. نشكر. أقول إذن نجلس على الكراسي، نجلس على الكراسي، اجلسوا على الكراسي. رئيس الدائرة يقدم للطفلة كوثر العسري. كوثر العسري. مش تلميذ. تلميذ. شكرا. داوزة.
دور عندي يا ولدي. تلميذ عبد الواحد أوبلا يقدمها السيد قائد قيادة تولوكلت. دور عندي يا ولدي. أضحك سماي. السيد قائد الدرك الملكي يقدمها للتلميذة حفصة أقراندو. دور عندي بنتي. شوف ممثل المديرية الإقليمية الأستاذ بجمعة بنان يقدمها للتلميذة غزلان مدبوحي. غزلان دور بنتي. دور عنا بنتي. شوفي 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 قولي سماي. السيد الأستاذ أو الأستاذة بشرى عن مديرية عن المديرية الإقليمية تقدمها للتلميذ محمد الزهير. رائحة الزيتون الخصوصية 2 يقدمها للتلميذ عزيز آرامي. وممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ مؤسسة واحد الزيتون الخصوصية 2 يقدمها للتلميذ حمزة أقراندو. شكون اللي معاه؟ شكون؟ شكون معاه؟ شكون معاه؟ شكون معاه؟ هو الأب ديالو؟ الأب ديالو؟ الأب ديالو؟ هلا غتسمحوا لي؟ قيد الدواء التضامن قدموها للتلميذ بوجمعة أقراندو. بوجمعة شوف هنا ننادي على السيد مدير مجموعة مدارس بومسا يقدمها للتلميذة غزلان أقراندو. غزلان وعن أساتذة مجموعة مدارس بومسا يقدمها الأستاذ مصطفى المنصوري للتلميذة غزلان فاطمة الحيان. ممثل عن جمعية عن المجلس الجماعي لدوار بومسا الأستاذ عبد الفتاح العسري يقدمها للتلميذ العربي الوردي. سعيد أنطان على السيد مصطفى. عيط له عيط له.
نادي على السيد قائد قيادة بوابود للاستمرار في تسليم هذه المساعدات. السيد قائد قيادة بوابود. شفنا شفنا لا أقصد قائد قيادة بوابود خليفة قائد قيادة تولوكلت خليفة قائد قيادة بوابود يسلم شفنا شفنا السيد مرخصة دابا وليداتي نشوفو الأستاذ أحمد الخالدي ولي ديالك ولي الأستاذة حنان مومو عن مجموعة مدارس بوامسا سير عبد الرحيم سير الأستاذ أنس برغلي أنس عن مجموعة مدارس بوامسا دائما عن مجموعة مدارس بوامسا الأستاذة فاطمة حافظي ومن الضيوف الأستاذة هدى السلوجي الأستاذة مريم الثعلبي شوف 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 الأستاذ حمزة كستيم سي حمزة كستيح كستيح الأستاذ قول تشيز شفنا شفنا قول تشيز الأستاذ سمير بلامين الأستاذ زيد عاود معاه شي واحد عاود ها اجي مرحوبي انس هادي معك استاذ اوصل سير شوف الاستاذة امينة جدير مية وانت زيد استاذة السيد العربي العسري العربي العسري سير العربي سير سير العربي استاذ سيمبار
خديجه جي حاجه واش السيد علي ابو درار سير وليد بنية يا زيدي بنية يا كريم بنية سيد سادة بنية شوف هنا الحاج الحاج دور عنده دور يصور دور دور شوف هنا شوف هنا افتري الطريق اللغوي وليس توزيعات يا غير توزيع رمزي يعني باش ورنا مزل وقت بزاف نختار يعني منو التلاميذ باش هذا مزنا سيات الصفه يجينا رسميه ريتما ان شاء الله يكمل التوزيع غمساتين الوحدات التربويه ناد الوحدات المدرسيه غل تيزي بالطاعون ايت موسي وامستكت الكتاب تمزجدا غير لا قران الدراري مزين تعليم العتيق لا قران القران تيا لونفون دو تبيي يقدمه تلامذه مجموعه مدارس بوامسا Mais l'amour est plus donné la vie Enfant de tout pays et de toutes couleurs Vous avez dans le cœur votre bonheur C'est dans vos mains que demain notre terre Sera confiée pour sortir de la nuit Et notre espoir de revoir la lumière Et dans vos yeux qui s'éveillent à la vie Séchez vos larmes, jetez vos armes Faites du monde un paradis Enfant de tout pays tendez vos mains Le prix se met l'amour et puis donnez la vie Enfant de tout pays et de toutes les couleurs Vous avez dans le cœur votre bonheur Le jour où l'amour sur la terre deviendra roi pour courir, pour reposer. Lorsque la joie couvrira nos prières, vous aurez droit à votre éternité. Tous les rides de votre empire feront du monde un paradis. Enfant de tout pays, tendez vos mains, puisse faire l'amour et puis donner la vie. شكرا تلاميذ مؤسسة مجموعة مدارس بوامسا
لاباس عليكم؟ ناشطين؟ ما عشنا وقت كتمشيو لمدرستكم؟ ياك الا بغيتو تمشيو للمدرسه كتفيقوا في السبعه وكتوجدوا حوايجكم كتصليو الفجر وكتاكلوا وكتجيو للمدرسه ياك. وانا راه عندي واحد السيد سميتو قريقيش كينعس كتكون عندو المدرسه مع الثمانيه وكيفيق هو حتى 12. واش هذا وقت؟ لا. ياك خصنا نفيقوا في الوقت كنا منضبطين. اذا انت هو خصو يفيق معنا دابا ويحضر معنا خاصنا كاملين نعيطو عليه ياك. كلو كنا نعيطو عليه قريقيش 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 وفيق فيق نوض قريقيش اجي واو بلا انا جيت ليكم خليوني نعزا وسدادا اجي اجي تشوف شي وليدات تبيولين هنايا لا ما بغيتش نشوفهم انا ما دخلت حتى الثمانيه وسدادا خويا ما تسعود شتو شتو فيق عندو المدرسه مع الثمانيه وفيق في التسعود بس تعرفوه ما منظمش ياك عيطوا عليه عيطوا عليه عاوتاني صدعوه باش يوصلنا بغاو يقراو استاذه بغاو يقراو حيت هما مجتهدين ياك سمعتيهم لا انا استاذه راه مجتهد انا غنمشي نجيب حفيظه اجي 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 شنو غيجيب حفيظه شكون هي حفيظه هذه المفضحه المفضحه اجي 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 شنو هي المفضحه كنقولوا محفظه المحفظه المحفظه وقف مستقبل انا استاذه قول لي امتى فكتي معصب واو شكون بحال قريقيش كيفيق في الفجر يا مشي كتصلي ياك لا هيك بعد با من النور مشى للجنه ديال تت وانا جبت واحد مولاي الجبل وانا ندير ليه بيو وانا نرجع للناس هلا انتوما كتضربوا والديكم لا ياك حرام لا سمعتي وما قريقيش راه ما خصكش باقي تضرب والديك ما تنضربوش اجي قولي شنو درتي ملي فكتي درت استاذ النظافه واه شكون بحالو كيدير النظافه مع الصباح رفعوا يديكم وشوفكم برافو تا هما كيديروا النظافه بحال شنو درتي في هاد النظافه يا ربي شبديتي غسلت سنينات يا استاذه تنانا زدانانا اشوف 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 برافو باش غسلتي سنينات بالشطه بوساني كروا لا كتغسلوا سنيناتكم بالشطه بوساني كروا لا باش كتغسلوا سنيناتكم سمعتيهم فرشاتي ومعجوني الاسنان ومعجوني الاسنان ايوا 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 فاش غسلتي وجهك غسلتو بالماء ودانون لا انتما كتغسلو وجهكم بالماء ودانون لا فاش كتغسلو وجهكم بالماء سمعتيهم بالماء والصابون ودانون واش دا زوينه واش جبت داك الهضره ما كتاكلش التفاح واش التفاح الهضره حيت ما عندها سنان الا بغات تقول الصابون بغات تقول دانون ما تنسمع والو اجي هنا راه حرام طيب الناس راه حرام طيب اذا هو جبتي وقف هنا وقف حاز عليهم ما خصكش مازال ضرب الناس اللي كبر منك راه خصك تحترم جميع الناس اللي كبر منك هذا كبروني لا هو خصك تحترم تحترم الكبار والصغار تمام استاذ راه مسحت وجهي انتوما كتمسحو وجهكم مع الصباح ياك باش كتمسحو وجهكم وانت باش كتمسحو وجهك بالبوطه باش تعرفوه على الناس كيمسحو وجههم بالبوطه بالبوطه تعدات عليا جدا كل صباح تنزل البوطه قالت لي امسحو وجهك بالبوطه راه جدك غير حيت ما عندها سنينات حيت كبيره بزاف يلا اجي هنا خصني ندير لك انت شي امتحان يكون 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 صعيب نخرج عليك الحبوب هذا استاذه محبوبه هو الاول ولكن اشوف الامتحان راه ما غنزكلكش فيه واه صافا استاذ نديرو الامتحان على الصاره ديالك ضروري الامتحان صافا استاذ غادي ندير الامتحان تانا نستانا نان هاد الوليدات زوينين كاملين غادي تقول لهم اعزائي الصغار اعزائي الكيران لا انتم كيران اش تكونوا اعزائي الصغار اعزائي الصغار عزيزاتي الصغيرات عزيزاتي المغريرات
شكون اللي بغينا انا فيكم هنا؟ صغيرات كميرات صغيرات صغيرات اهلا اهلا ومرحبا ومرحبا بكم بكم في هذه في هذه الحفلة الكبيرة على برمات الحريرة. على هذه برمات الحريرة فتح كبيرة كبيرة برافو عليك اللي فيها اللي فيها بزاف ديال الفقرات بزاف ديال الفقرات والكراكيز والعكاكيز والكراكيز والالعاب السحرية والحلوى السباكية والالعاب السحرية والالعاب السحرية تفضلوا عليه الكلام زين سبعة لماذا لا يمكن ان تكون هناك من يمكن ان تكون هناك لا يمكن ان تكون هناك من يمكن ان تكون هناك من يمكن ان تكون انا غادي نعطيك اسئله خصكم تجاوبوني عليها صافي اللي جاوبني على السؤال غادي نعطيه جائزه انا عطيه باليزه مستنده باليزه جائزه ماذا سؤال الاولاد سؤال الاولاد ما تبقاش تعاود الهضره ما تبقاش تعاود الهضره اللي كنقولها انت غتجاوب عليها اللي قلتها غتقولها واللي قلتيها غادي ناكلها واللي قلتها لك انا غتقولها انت اللي قلتيها انت نقولها حتى انا غنقولها بزاف الكوزينه هنا في المدرسه وحنا في المدرسه اذا اللي سولتك عليها غتجاوبني صافي استاذ ما دانتا سولتك انا سولتك انا نعطيك السؤال واعطيني الجواب ماذا تعطينا البقرة؟ سكوت انت ويلي عارفك مشتاق انا مشتاق ماذا؟ ماذا تعطينا؟ تعطينا البقرة شنو هي البقرة؟ البقرة بشلحة شنو هي؟ دافوناس ماذا تعطينا دافوناس؟ سالا تعطينا البقرة أن تحط سؤال ثاني السؤال الثاني ماذا تعطينا النحلة؟ ولا غيجاوب ولا غيجاوب ولا عندك امتحان ماذا تعطينا النحلة؟ تعطينا النحلة اش هي؟ عاوتاني بالشلحة تزويد ماذا تعطينا تزويد؟ تعطينا تعطينا أشعر تعطينا النحلة القرصة ما كتعطيناش النحلة القرصة إيش ماذا تعطينا النحلة أستاذة أستاذة شوف شوف تزويد هادي الوريضة هادي الوريضة ياك هادي النحلة هادي دي النحلة إلا تحط النحلة على الورطة نقول له ديك يلا كلشي معايا السؤال الثالث
الثاني والاخير والاخير الا جاوبتي عليها نعرفك مجتهد الا جاوبتي عليها نعرفك مجتهد اش كتعاود الهضره اللي كنقول كنقول لك نعطيني غير الجواب صافا وسكت غادي نعطيك الجواب انا اللي نجدي ماذا اين تعيش السمكه سؤال سهل هو اللي غايجاوب هو تعيش السمكه في مقلة الزيت لا تعيش السمكة في مقلة الزيت في وطة السردين انت اللي ميت لك الحوت دوز هنا دوز هنا اين تعيش السمكة؟ تعيش السمكة في الماء سمعتي؟ في الماء يعني في البحر ولكن استاذ كاين الحوت في الانترنت وما كاينش الحرف حيت هذاك اللي ميت بحالك ميت لك الحوت دوز هنا ميت حتى يبيعوه صفقوا عليهم ها الفريزه ديال احلى جائزه ديال هنا بلاستيك لا حيتاش سيق رقيش ما جاوب على حتى شي سؤال عنده عقوبه سميتها العقوبه عديها عليا راه هي عقوبه خصك انت غديرها غنقول لك انا اش غدير وانت غدير صافا استاذ اش غندير غادي تعطيني نشيد دابا انا ديك استاذ النشيد انا حافظ بزاف الان ما نقول اسمع زين زين يلا يلا سدي ودنيك استاذ دابا وسدي عينك ما تشوفيش هذا نشيد هذا ويلا يلا اعطيني نشيد طرباوي كلشي نشيد طرباوي دابا كنحشم مسكين عطيني نشيد راه غير الاصدقاء ديالك هادو اللي معانا كنحشم منك غير بوحدك ما كنحشمش منهم هما حشم مني بوحدي يلا سيري تلقاي النشيد موجود يلا شحال نعطيك؟ 3 دقائق 3 دقائق وعلاش اش فيه لبقيت انا لا كنحشم منك كتضربيني كتضربيني في بديتي وزروتي يلا سير هنا نجي نلقاك درتي لي النشيد يلا صافي استاذة حطي حطو ما ديرش الاخطاء لا شكون اللي عنده الصوت وحفظ النشيد؟ مغربنا وطننا برافو 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 عزيزي 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 شوف غادي تخبي غير ورايا واحد جوج دابا غادي تقولي للناس صافي انا ديك جائزه رقيش رقيش استاذ حافظ ياك حافظ النشيد استاذ يلا سير انا كنسمع يلا واحد جوج دابا كريقيش الصوت ديالك تبدل كريقيش معاوده استاذه كريقيش ما تفلاش عليا ما تصوت لا ولا لا استاذه ولا بحال ديال البنان ما لا 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 استاذه شكيت فيك غير لا استاذه غير الجرح يلا سير يلا نعود مغربنا وطننا روحي قدامه ومن شكون هادي؟ اش كديري هنا؟ اش كديري هنا؟ اش كديري تكادي هنا؟ استاذ والله ما شفتها قريقيش كيغش ياك؟ لا استاذ والله ما كاينش قريقيش كيغش؟ قريقيش فراسك بلي راه غش حرام غنغش ولكن قريقيش هاني جيت هاني جيت راه انا اللي جيت عندك لا 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 جينا اسكتوا 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 كريقيش اجي عرفتي علاش داروا لك هاد العقوبة هادي علقيش باش مباقيش تغش استاذة كان واحد هكا استاذة مباقيش غادي نغش وغادي نرجع الامتحانات ديالي وغادي نحترم الاساتذة ديالي والمؤسسة ديالي وغادي نقرا مزيان يلا صفقوا على قريقيش ان تقدم هدايا رمزية
تعبر عن جميل الشكر موصول بأرقى كلمات المودة والامتنان لمؤسسة واحة الزيتون الخصوصية في شخص الأستاذة السلوجي هدى، يقدمها لها السيد مدير مجموعة مدارس بومسا الأستاذ عبد الكريم الخنفوري. وأولياء تلاميذ مؤسسة واحة الزيتون الخصوصية 2 الأستاذة أمينة جدير، يسلمها الجائزة رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس بومسا السيد عزيز العسري. مرحبا مرحبا مجموعة آباء. بصراحة ما واخا نعبر لي عبرت، ما غاديش نقول لكم الفرحه اللي انا فيها دروك. انا فعلا فاعله جمعويه وكنت حالك بزاف، ولكن زعما بصراحه الضيافه والكرم والتنظيم والاداره ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله الا يسعد الفرح هذا المسرح ما شاء الله اللي شفت فيه، وهاد الحركات وهاد الابداع ما شاء الله ما شفتوش في شي بصراحه في شي ثانوي في شي ابتدائيه نائيه. بكل صراحة وما كنشكرش ما كنجاملكمش بصراحة، كنتمنى لكم المزيد من العطاء. وكحنا كنرحب بنا اننا نضيف لكم، وكان بهذه المناسبة حنا كشركاء في المؤسسة لواحد الزيتون كنفرح الشكر الكبير والكبير لصاحب المؤسسة اللي هو رجل خير ورجل طيب وكيبادر بهذه المبادرات. من هذا المبارك كنتمنى ليه الصحة ومزيد من العطاء، وكنشكر الأطر التربوية ديال المؤسسة اللي سهروا على هذا النجاح القافلة التضامنية. وشكرا للأساتذة التربويين اللي حضروا معنا اللي خدموا وقتهم واعتهموا معنا. كنشكر جميع الأطر والأساتذة والسلطات المحلية والإقليمية والإدارية بهذا الترحيب وبهذا التنظيم. شكرا جزيل شكرا بزاف، وفرحتونا فرحتوا الصدر ديالنا. نشكر لكم نشكر شكرا جزيل بزاف. ونحن بدورنا نتمنى لك مسيرة جمعوية موفقة تسعين خلالها دائما في مد أواصر الصداقة والأخوة. من هذا المنبر وتحت كلمات الشكر أود أن أوجه شكري للسيد المدير مجموعة مدارس بومسا الأستاذ عبد الكريم الخنفوري على سهره وعمله الدؤوب من أجل إنجاح هذا النشاط، فشكرا جزيلا لشخصه. ونمر إلى الجائزة الثالثة لفيدرالية المنار للوحدة والتضامن للأستاذ رشيد المازوني، يقدمها له رئيس جمعية السلام للتنمية السيد عزيز أمجود. الهرنونية جبناها من بوتسوانا. يلا غادي نديروا انا شي حركيه باش نحيو فيكم ديك الحركه. يلا شوف الفصل الجاي. الف باء الف باء الف نجيم جاء قاء جاء نجيم جاء قاء الف باء الف باء تعرفونا هل تعرفونا لعبة بالأيدي
تعرفونا؟ هل تعرفونا لعيبة بالمزمار؟ Abajo, abajo, muévalo, suave.
Brasil y vamos arriba, 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 arriba. المسابقات الترفيهية مع وليدات مجموعة مدارس أبو همسة. يلا الأستاذة سلمى. شكون لنا اسمها معانا قبيلة؟ طلع أستاذ طلع. أستاذ واش كتاكل دانون ولا لا؟ أستاذ كتاكل دانون؟ أنا نبغي الدانون، أنا نبغي الدانون. كي داير؟ أبا كي داير؟ جيجا مستد يلا سربي 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 خديجة 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 كواش كواش خديجة كواش والتلميذ ما اسمك عبد الرحيم خديجة أستاذ يعطيك يلا مسابقة عبارة عن مسابقة معروفة كتاكلي دانانا خديجة شكولات ولا تاع البنانا بحال تاع عبد الرحيم كتاكل دانانا دي لها دورة بين الناس شحال هادو؟ ها؟ سي عبد الرحيم شحال هادو دابا؟ شحال هادو؟ مسابقة هذه مسابقة تاع دانون ياك هاك معلقة دانون قولي تشجع خديجة يرفع سبعو البنات يشجعوا خديجة والدراري يشجعوا عبد الرحيم يلا تقسموا يلا البنات يقولوا آلي خديجة آلي خديجة والدراري آلي عبد الرحيم نشوف شكون معاهم يلا على بركة الله وتنطلق المسابقة يلا سي عبد الرحيم يلا خديجة يلا في كاس دانون يفهم دانون Thank you.
أستاذ جولة عبد الرحيم برافو عبد الرحيم برافو يلا غادي انصقوا على خديجة عبد الرحيم الوقت يداهمنا نعطيو الكلمة لعبد الإله الفروح يلا يلا انهينا شكرا للاستاذ سعدون عبد الطيب شكرا للطفله سلمى وتجان ايها التلاميذ الصغار ايها الكتاكيت ايه فلنسمع اقول غنرجعوا مازال غنرجعوا ولكن ماشي دابا غنرجعوا لبلايصنا نجلسوا نسمعوا لواحد الكلمه مقتضبه اختتامية للسيد مدير مجموعة مدارس بوامسة يلا يلا نرجع لبلاصتنا يلا نرجع لبلاصتنا بشوية بسم الله في ختام استضافة هذه القافلة التضامنية الميمونة بمجموعة مدارس بوامسة يسرني أن أتقدم بالشكر مرة أخرى لمؤسسة واحد الزيتون اثنان الخصوصية بمراكش ولفيدرالية المنار للوحدة والتضامن بمراكش وإلى كل من ساهم وقدم المساعدة للمؤسسة وإدارتها وطاقمها التربوي لإنجاح هذا الحفل وأذكر بالذكر السلطة المحلية الدرك الملكي القوات المساعدة الجماعة المحلية جمعيات المجتمع المدني جمعية آباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس بوامسة جمعية السلام للتنمية الاجتماعية وإلى كل سكان دوار بوامسة وإلى كل سكان دواوير الوحدات المدرسية التابعة إلى مجموعة مدارس بوامسة وإلى كل تلاميذ وتلميذات المجموعة وأحيطكم علما أن العملية التي تمت أمامكم التي تخص توزيع المساعدات فهي انطلاقة فقط وأن العملية ستستمر بعد مغادرة الضيوف وأن الإدارة التربوية والأطر التربوية والجمعيات الشريكة جمعية آباء وأولياء التلاميذ وجمعية السلام للتنمية الاجتماعية ستسهر على توزيع باقي المساعدات لكي يستفيد منها جميع التلميذات والتلاميذ بمختلف الوحدات المدرسية وحدة أيت موسي وحدة بوطعون وحدة تيزي وحدة وامسكت والمركزية بوامسة وباقي المساعدات ستخصص لطلبة التعليم العتيق بمسجد دوار بوامسة وشكرا لكم وأشكركم بكل حرارة أنا على أشرف المرسلين أما بعد الشكر الخاص والخالص من القلب إلى جماعة تولكوت ومجموعة مدارس بومسا في شخص السيد المدير والعاملين على هذا العمل خير التضامن أخصكم بالذكر وأحيطكم أيها السادة الأفاضل بأن السي عبد العزيز الدرويش وسي أمين الدرويش ومولاي رشيد السيدي يبلغون السلام ويبلغون التحية ويرجون منكم دعوات الخير وشكرا جميعا لكل من ساهم إن شاء الله غتكون في المسجد إن شاء الله مع التعليم العتيق وشكرا جزيلا لكل الأطر التربوية بما فيهم العاملين في مؤسسة واحد الزيتون جوج من التلاميذ ومن الأطر التربوية ومن الأساتذة والشكر كذلك للأستاذة بشرى وللأستاذ سراشيد المزني شكرا خالص وجمعية الآباء السي الحاج شكرا جزيلا سيد الجليل كذلك الى كل من ساهم في هذا العمل الشكر الجزيل I'm very happy to be here one of you thank you so much for attending us and we will be great to join you next time ان شاء الله امينة جديرة الكنتشكا الاسم الجمعية للمؤسسة واحد الزيتون الجمعية تمسمونت نيدرس نسلمات تسلمات المجموعة المدارس تنمل نبوامسا أركن تشكارن أركن سنميرن تنميرت إحلان في المساتين لنا سميتوا نروح ليونيلان أرون تني تنميرت إعزاني الكريم على أهازيج الفن الأمازيغي
وتحت رقصات أمازيغية يؤديها تلامذة مجموعة مدارس بومسا ليشكلوا فسيفساء تؤتت أركان المؤسسة. نختم وكلنا أمل في أن يبقى حبل الوصال متين وأواصر الصداقة قوية. فرجة ممتعة.